السلام عليكم. احنا اتكلمنا في شابتر 4 في جانيت براون عن الاستاتستيكال تولز، ودي كانت ادوات بنستخدمها في تحليل الداتا اللي بنسجلها في صوره الميجرمنت اللي بنعمله، ومعظمها ارقام وبتتحول الارقام دي الى حقيقه او فاكت. الحقيقه او الفاكت دي بنحطها في صوره ديسبلاي، الديسبلاي عرض، والعرض ده ممكن يكون في شكل رسمه بيفهمها صناع القرار اللي هم مش متمرسين في الطب لكنهم أصحاب المؤسسة، علشان ياخدوا قرارات حاسمة لإجراء عمليات التحسين اللازمة في المستشفى. التحويل ده كان بيتم عن طريق الاستاتيستيكال تول، التحويل الرقمي. ومن أهم الاستاتيستيكال تول اللي احنا درسناها اللي هم الهيستوجرام والبار تشارت والباريتو، ودول بيعتبروا فريكوانسي ديستريبيوشن، وكان من الحاجات المهمه برضو الكنترول شارت والران شارت والسكاتر دايجرام. النهارده هنتكلم عن البروسيس تولز، والحقيقه المقدمه اللي انا بتكلم فيها دي مهمه شويه علشان خاطر نفهم حاجه مهمه. البروسيس تولز موجوده في جانيت براون في شرح شابتر 4 اللي هو الانفورميشن مانجمنت، بينما البروسيس تولز اكشوالي في الكيو سوليوشن محطوطه في شابتر 3 لانها ادوات بنستخدمها في التحسين مش في التحليل اللي هو الرقمي زي ما قلنا الميجر. خلينا نتكلم عن البروسيس تولز. من اسمها هي بتتكلم عن ازاي نعمل اجراء بطريقه علميه. ايه هو الاجراء؟ الاجراء ده ممكن يبقى حاجه انت بتعملها جوه المستشفى، سواء كانت عمل روتيني او عمل تحسيني، حاجه المفروض انت تعملها مكتوبه يعني بوليسي بروسيدر، والعمل التحسيني اني احسن البروسيس اللي انا اوريدي شغال فيه ده. وبما اننا بشر كتيره جوه المستشفى او جوه المؤسسه اللي انا بشتغل فيها، وعندي عقول كتيره جدا، العقول دي عندها افكار ممتازه، ازاي انا استغل الافكار دي في اني احسن واطور البروسيس اللي شغال؟ طبعا البروسيس عليه ناس كتير، والناس الكتير اللي بيستخدموا البروسيس ده هم ادرى الناس بيه اللي هو بنسميه البروسيس اونر. وبالتالي اذا انا عرفت اجمع الناس اللي حوالين البروسيس ان هم يقعدوا مع بعض في تيم علشان يحسن البروسيس ده هيبقى شيء ممتاز. بس مين اللي هيحكم الناس دي؟ اللي يحكمها البروسيس تولز، يعني يقول لهم هم كلهم مجتمعين مع بعض، عقول مختلفة، فكروا ازاي، هتطلعوا الافكار ازاي، هتستخدموها ازاي، هتحلوا المشكلة ازاي بطريقة علمية. يبقى البروسيس تولز وجدت علشان خاطر نستعملها في الانتر ديسيبلينري تيمز اللي بنكونها حوالين البروسيس للتحسين. طيب يبقى انا فعليا بستخدم البروسيس تولز علشان حاجتين رئيسيتين، اول حاجة الديسيجن ميكينج، وتاني حاجه البروسيس امبروفمنت. الديسيجن ميكنج ازاي المجموعه دي تتفاهم مع بعض، ما هو كل واحد اله في نفسه وكل واحد مصدق نفسه ان هو احسن واحد، وفي ناس تانية مش قادره تتكلم بس عندهم افكار حلوه، ضعيف بيكسف مش قادر يتكلم بس عنده افكار ممتازه. يبقى مجموعه الانتر ديسيبلينري تيمز اللي بيشتغلوا على البروسيس دول بنستخدمهم علشان ازاي ندور ونحل المشكله او اكتر بطريقه علميه، وكمان ازاي نوصل الى حلول المشكله بطريقه علميه، وازاي نتفاهم مع بعض ونوصل لقرار يخدم المؤسسه في اطار الجوده بطريقه علميه. 22 بروسيس تولز بنستخدمهم علشان الانتر ديسيبلينري تيمز يتفاهموا مع بعض. احنا نعمل انوميريشن لهم دلوقتي بس اسماء، وبعد كده نبدا نفصل واحد واحد. افينيتي دايجرام، برين ستورمنج، كوز اند افكت دايجرام او ايشيكاوا او فيشبون، التشيك ليست، الديبلويمنت شارت او بلاننج جريد، الدلفي تكنيك، فيلير مود اند افكتيف اناليسيس، فلو شارت اور بروسيس فلو شارت، جانت شارت، انتر ريليشن شيب دايجرام، ماتريكس دايجرام. كمان معانا المالتي فوتنج والنومينال جروب تكنيك والبلان دو تشيك اكت والبريورتيزيشن ماتريكس، البروسيس ديسيجن بروجرام شارت، روت كوز اناليسيس، 6 سيجما، سبلاير انبوت بروسيس اوتبوت كاستمر، تري دايجرام، فاليو ستريم مابينج، فويس اوف ذا كاستمرز. اول حاجه عايزك تاخد بالك منها ان مفيش ترتيب معين علشان استخدم تولز معينه، يعني هم بيستخدموا وقت الحاجه لها مش بترتيب معين. الترتيب اللي موجود قدامك ده هو ترتيب ابجدي
لو افتكرت بالطريقة الأبجدية يمكن تبقى أسهل، وأنا عامل كل حرف الأول لون أحمر علشان خاطر تفهم إنه ترتيب أبجدي. الحاجة التانية اللي عايزك تفهمها إن التولز اللي موجودة قدامنا هي تولز اللي عرضها الكيو سوليوشن، الجانت شارت اللي هو رقم 9 الوحيده اللي مش معروضه في الكيو سوليوشن، وانا شفت انها مهمه فحطيتها من جنت، هحطها في المحاضرات بتاعتنا. الملحوظه الثالثه ان هنلاقي رقم 7 الفيلير مود اند افكتيف اناليسيس، ورقم 14 بلان دو تشيك اكت، ورقم 18 سيكس سيجما. دي ادوات احنا استخدمناها في شابتر 3 علشان نعمل امبروفمنت، دول الابروتشز، بس هو شايفهم في الكيو سوليوشن ان هم من البروسيس تولز. رقم 7 الفيلير مود اند افكتيف اناليسيس رغم انها موجوده في شابتر 5 او اداه من الادوات اللي بستخدمها علشان اكتشف الاخطار اللي ممكن تحصل على بروسيس برو اكتيف، الا ان هو برضو اداه من الادوات اللي بستخدمها في المؤسسه بتاعتي، وبالتالي هي اتحطت في البروسيس تولز. الحاجه الاخيره اللي هقولها ان انا هتكلم في البروسيس تولز على 3 حاجات عن كل بروسيس. الثلاث حاجات دول ايه؟ اول حاجه وين تو يوز، انا هستخدم التول دي امتى. تاني حاجه ازاي بعمل ديسبلاي للتول دي، يعني شكلها عامل ازاي. والحاجه الثالثه بنستخدمها ازاي، او خطوات كيفيه الاستخدام او الستيبس. دي مقدمة صغيرة كده عن الـ Performance Improvement Tools أو الـ Process Tools الـ 22 اللي احنا هنتعرض لهم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. دي مقدمة صغيرة كده، وإن شاء الله نبدأ بأول Process Tools اللي هو الـ Affinity Diagram حسب الترتيب الأبجدي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.